المهم بالنسبه للموضوع اللي واقع دابا حنا حول لابليكاسيون، يعني هو واحد الموقف اللي ضروري ولا بد تامينه، بحكم اننا تنشوفوا لي زابليكاسيون راه كاينين في العالم كله. يمكن نهضروا على حتى اقوى الدول، بريطانيا راه فيها لي زابليكاسيون، نهضروا مثلا على الامارات اللي قدرت تخلص من اقتصاد البترول وقدرت تخلص من اقتصاد الموارد الطبيعيه باش دير اقتصاد قوي، راه فيها لي زابليكاسيون. نهضروا على دول ناميه بحال مصر او الهند او راه فيها لي زابليكاسيون. يعني حنا كنعرفوا ان مستقبل العالم هو الرقمنه، مي اقتصاد الريع يعني واحد الحاجه اللي كما ظهر في النموذج التنموي تعيق الاقتصاد. ما يمكنش انا كمواطن غنجي غنركب عند واحد اللي هو اصلا تبع واحد اخر بيخلصه، يعني علاش هو بيخلص ذاك الواحد اخر؟ وخصوصا ان هذا الشيء حنا كنعرفوا الكريمه او الاكراميه او الريع بمصطلح اخر، هي واحد الحاجه اللي تقادت في وقت الاستقلال، يعني كانت هي موجهه لواحد الفئه معينه اللي هي جيش التحرير، اللي هي المقاومين او الناس اللي حاربوا من اجل استقلال البلاد او ذوي الاحتياجات الخاصه. ولكن حنا تنعرفوا كزاغت عن داكشي المسار اللي مرسوم لها، كما زاغت العديد من الاشياء في هذيك الفتره، يعني ولاو كيدخلوا لهذا الشيء ناس لا علاقه لهم بالمجال. ومن بعد راه كيشتنا فضائح، شتنا مول 60 غريمه ومول 50 غريمه، يعني كنعرفوا هذا الشيء حتى اللي نهضروا مثلا اجتماعيا، راه السائق راه ما مستفد والو، سير خدامي على الجورني ديالو، ما عنده تغطيه صحيه، ما عنده عقد بمشغل، ما عنده النار تيمرض، حط هذيك زيد في حالك، يجي واحد اخر فين يخدم. يعني الا مشينا في لي زابليكاسيون راه هاد الشريحه غتستافد وغتستافد شرائح اخرى. أما باش تجي تقول هادشي اللي وصلنا أرقام خيالية، كتسمع عندنا في مراكش تاكسي تباع ب 40 50 مليون، خويا إلا عندك 40 50 مليون سير أخويا استثمر في مجال آخر، وخلي سيارة وطنية بحال الطاسية إلا تخدم في هادشي، أولا حتى إلا كنت تبي تدخل لمجال ب 40 ولا 50 مليون، 40 ولا 50 مليون أنا كمواطن أو كسائح راه غتجيب لي السيارة آخر ماكين، وغنوليو بحال النقل كيف أرقى الدول بحال اليابان ولا بحال الامريكان، ماشي انت حاط 40 50 مليون باش يجي مواطن يركب قشقاله، باش في الاخر غيجي واحد الشيفور اللي هو خصو يطلع هذيك الجورني بطريقه او اخرى، حتى ولات شهتنا واصله للعالميه، حتى ولات تنسمعوا هذا سايح نصبوا عليه، هذا حسبوا عليه، هذا المبلغ هذا، يعني ولينا كمواطن احنا عندنا اصلا مشكل مع الطاكسي. نتحداك غتلقى شي مواطن في المغرب كله ما كيشتكيش بانه الا بيركب في الطاكسي راه غيوحل، غيتم واقف الطاكسي خصو يطلع فيه بوتش، واش غادي في الباساج ديالو باش يشوف الباساج ديالو، واش مغربي واش اجنبي، واش غيصور معاه الكونتور ولا باغي يصور معاه اكثر. يعني هاد الفضائح كلها هي شنو سببها؟ سببها هو هاد الريع، سببها هو ان هاد المجال مغلوق ما مفتوحش على الاستثمار عاديه. ملي كتهضر مع ناس المجال تيقول لك اودي لا الا خدمنا بليزابليكاسيون غيدخل واحد الانسان ما عرفتيش، لا خويا كلشي معروف وكلشي ممكن يتضبط. يعني ممكن هاد الناس اللي بيدخلوا الاستثمار غيخدم مثلا كمقاول ذاتي، او كاين عده طرق باش تعرف شكون اللي معاك في هذيك لابليكاسيون، شكون البوانتاج ديالو يكون عند السلطه الرقمنه، كتسهل جميع الماموريات. وحنا تنعرفوا بانها ما يمكنش تقاوم الرقمنه، ومن لم يتقدم يتاخر، والرقمنه كاينه في جميع دول العالم، ما يمكنش حنا نبقاو قبلها.